الخاصة بهم. السلطات الأردنية اكتشفت أمر العصابة التي تقوم بنسخ وتصوير عملية سحب النقود ومن ثم تخزينها في بطاقات مزورة، ما دفع بعض البنوك إلى اعتماد تقنية بصمة العين لحماية عملائهم. تفاصيل أوفى في تقرير نايف مشقبة من عمان. قرصنة كبيرة تعرضت لها بعض بطاقات الصراف الآلي في الأردن. القرصنة أبطالها 10 من الرومانيين قاموا بتقليد وتزييف بطاقات الصراف الآلي. وفي التفاصيل فإن القراصنة زرعوا أجهزة صغيرة جدا لنسخ معلومات البطاقة عند استخدامها، كما ثبتوا كاميرا صغيرة جدا في أعلى الصراف الآلي لحفظ ونشر الرقم السري للبطاقة عن طريق البلوتوث. وهذه الكاميرا موصولة مع جهاز كمبيوتر محمول وقريب من الموقع، وبعد ذلك يتم تفريغ المعلومات التي سجلها الناسخ على بطاقات مزورة واستعمالها لسحب النقود. المراقبون يتوقعون من البنوك الأردنية أن تستثمر كثيرا في قطاع حماية العملاء. كون الأردن يعني دولة تستثمر جدا في القطاع المصرفي، ويكاد يكون القطاع المصرفي في الأردن هو أحد الأوجه الاقتصادية المتطورة، أوكي، وبالتالي ما نتوقع أن تستثمر تلك البنوك التي تجد نفسها عرضة، وهي جميع البنوك حقيقة معرضة لعمليات قرصنة من هذا القبيل، أن تستثمر المزيد من رؤوس الأموال في وضع أنظمة حماية شاملة كاملة مضمونة يصعب اختراقها. بنك القاهرة عمان هو البنك الأردني الوحيد الذي استخدم تقنية بصمة العين للعملاء، وهي تقنية لا يمكن تزويرها، فهذا العميل لا يمكنه إجراء أي عملية على حسابه المصرفي إلا بعد التأكد من بصمة عينه. هذه التقنية جاءت لحماية وسلامة حسابات العملاء. قرصنة موجودة وموجودة بكل دول العالم. احنا بالبنك استخدمنا تقنية قزحية العين او بصمة العين، ما يسمى بصمة العين، من اوائل هذا العام، وذلك لعدة اهداف. احد اهدافه هو حماية العميل، حيث ان بصمة العين لا يمكن محاكاتها ولا يمكن تقليدها ولا يمكن نسخها بأي طريقة كانت، إذ تحتاج عند تنفيذ أي عملية لوجود الشخص نفسه. اكتشاف عصابة تزوير بطاقات الصراف الآلي أظهرت وفقا للمراقبين أن البنوك والمصارف تنفق على جذب العملاء والمدخرين أكثر من صرفها على أنظمة حمايات بيانات العملاء، معادلة يجب أن لا تستمر، لأن القراصنة يمتلكون تقنيات تفوق كثيرا تقنيات البنوك. مهما اتخذت البنوك من إجراءات لحماية حسابات وبيانات عملائه السرية، فإن هذا الأمر لا يحتاج وقتا طويلا عند القراصنة لاختراقه، على أن بصمة العين ربما هي الوحيدة التي تحتاج وقتا طويلا لفك شفرتها. نايف مشاقبة، الحرة، عمان. نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة إلى مروى ومحسن. شكرا مريم. بعد قليل وبعد قليل في العالمية. رمضان في بروكسل بين شعائر العبادة وضغوط الإجراءات الأمنية.